تقولش لي واحد سيد كنت انا ذكر انا فني ماشي يا بيبي سياسة اذا عندي قال لك فين هذاك تقولش لي هذه البركة يقول لي تيت انا بشوية يقول الناس الله لا بس ايش ولا مش ياخذ زي ما بطلت يا سيسه يا سكت بدمي ان شاء الله انا بدي اتمنى انه انه لا بس انا بدي اتمنى في اش تنفك بيجينا عندك في ستوك سي محمد ما بقاش قريب منه بزاف اسبانيا نحاول فيه مسائل صعيبه في عمليه قدك يقدك شويه توفي في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء محمد بن سعيد إيد يدر أحد وجوه المقاومة خلال مرحلة الاستعمار وأحد رجال الحركة الوطنية البارزين. ولد إيد يدر سنة 1925 في قرية تيمنصور في شتوكا إيد باها وانخرط في مقاومة الاستعمار وتعرض للاعتقال في بداية الاستقلال مع عدد من أطر المقاومة وجيش التحرير. تلقى تعليمه في مدارس سوسة العتيقة ثم انتقل إلى مراكش حيث تابع دراسته في مدرسة ابن يوسف. قاد إيد يدر خلال المقاومة التي خاضت الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي وتولى المسؤولية السياسية عن جيش التحرير المغربي في الجنوب. تعرض بن سعيد للاعتقال عام 1960 ثم عام 1963 وغادر إلى المنفى بالجزائر حيث صدر عليه حكم غيابي بالإعدام عام 1964. عاد للمغرب عام 1981 ليعمل في إطار المؤسسات وأسس حزب منظمة العمل الديمقراطي الشعبي التي انتخب أمينا عاما لها عام 1983 وباسم منظمة العمل انتخب عضوا في البرلمان وكان أول سياسي يطرح قضية معتقلي تازما مارت السري. ساهم سنة 1992 في تأسيس الكتلة الديمقراطية وفي 2002 ساهم في تأسيس الحزب اليسار الاشتراكي الموحد. توفي إيد يدر صباح يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في المستشفى العسكري بالعاصمة بالرباط. وقد نعته نبيلة منيب الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد في تدوينة في فيسبوك جاء فيها الرفيق محمد بن سعيد إيد يدر في ذمة الله وإنا لله وإنا إليه راجعوا. وداعا أيها المناضل الشامخ المتواضع الصادق الذي حمل هم وطنه وشعبه بشغف المحبين وبعزم الموقنين تحلى بقيم الزاهدين وتخلق بخلق الأصفياء العارفين وألهم أجيالاً وأجيالاً من المناضلات والمناضلين الصادقين وظل شمعة تنير درب الصامدين الذين ظلوا على الجمر قابضين فنم قرير العين إلى جوار المخلصين الخالدين. نبيلة منيب.